حسام حسن في حياتك دي مش من الناس اللي عدت بسهوله برضه، فما ينفعش اختم من غير ما اسالك عليه. حسام حسن من الناس اللي صعب تتعامل معاها، لكن انت عرفت وبقيت واحد من المقربين منه في اوقات كتيره جدا كان دايما بيشكر فيك. كابتن حسام وكابتن ابراهيم طيبين، وبرضو عندهم سنس ان مين بيحبهم ومين ما بيحبهمش. انا فعلا طول عمري بحب حسام وابراهيم جد، لان هم مثل اعلى. حسام حسن ده بالنسبه لي وانا صغير حاجه كبيره جدا. طب. جدا يعني ليجند، اسطوره وراس حربه جامد يعني. وانا بحب اللعيبه الكبار. طب. وهو طيب جدا يعني، هم طيبين جدا وفيهم حاجات يعني ايه احنا وهم ممكن نتلاقى يعني. انا دايما بقول ان حسام حسن وابراهيم حسن اخواتي في كابتن جوهري. يعني وفي حاجات كده يعني ايه هم يفهموها لما يسمعوها. لكن انت برضو علاقتك بكابتن جوهري كانت علاقه، طبعا كابتن جوهري الله يرحمه ابوك الروحي يعني طبعًا. بالبلدي كده صح؟ طبعا كنت بكلمه بستشيره في كل حاجه، حتى وانت في اوروبا طبعا تكلمه تستشيره في حاجات في علاقتك. الراجل عظيم يعني. كان يقول لي يا ميدو لو بص بقى عدم التكبر والبني ادم اللي بينجح اللي هو بيفضل يتعلم لغايه اخر يوم في عمره. كابتن جوهري كان يقول لي ايه وانا في اياكس مثلا، ايه ده لو لقيت تمرينه كويسه اكتبها لي وجيبها لي معاك، شيلها معاك اكتبها لي وجيبها لي معاك. يعني اول مره في الموضوع. طبعا كابتن جوهري ليجند والله. كان بيعمل كده؟ وانت جبت له تمارين؟ كنت بكتب له حاجات وارسم له تمارين، واجي لما اجي المعسكر اقول له بص يا كابتن كومان عمل كذا وكذا وكذا وعملنا كروسات كذا عشان نتحرك كذا، ياخدها ويكتب يكتب. راجل رهيب. بس انت بتعرف تتعامل مع كل انواع الشخصيات دي يا ميدو يعني؟ انت ما بعرفش صدامي شويه بس انت في الاخر بتعرف تتعامل مع الناس. ما بعرفش اتعامل مع الكدابين. بس ما بحبهمش. اوكي. ما بحبهمش. ماشي. ما بحبهمش وما بحبش اتعامل معاهم وبعرفهم ان انا ما بحبهمش. ماشي. ما بحبش الناس الفيك الكدابين. حلو. ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل ان انت تكذب. ماشي. وان انت تبقى فيك وان انت تظهر بشخصيه غير شخصيتك الحقيقيه. ماشي. كلنا على فكره تربيتنا والبيوت اللي اتربينا فيها بالذات جيلي والجيل اللي قبليه وكده بيوت قريبه جدا من بعض. صح. فما تعملش فيها بقى ان انت ايه واحد مختلف. كلنا تربيتنا قريبه من بعض وكلنا الفرق ما بين البيوت زمان يا كريم كان بسيط جدا. فاهمني؟ يعني الفرق ما بين بيت وبيت ان البيت ده جاب الفيديو بعديه بشهرين. مفيش حاجه يعني كلها لو بصيت لبيوتنا بسيط. لو بصيت لبيوتنا كمان كلها واحنا صغيرين هتلاقي بيوتنا كلها شبه بعض. صح. معظمها يعني 80 صح. ففي ناس كده يعني ايه بتحاول تظهر ان هي فيك كده وبتاع. يا عم خليكم ناس كويسه وخليكم ناس، احنا كلنا اولاد شارع وكلنا اولاد بلد والمفروض نبقى اولاد بلد والمفروض ما تستعرش ان انت تبقى ابن بلد. يعني دول الناس بقى انا ما بعرفش اتعامل معاهم خالص. لكن اي حد تاني شخصيه قويه شخصيه صدوميه احب الشخصيات القويه عادي. اسهل حاجه في الدنيا تتعامل مع شخصيه قويه. تتعامل مع محمود الجوهري وحسام حسن وحسن شحاته وبره بقى بتتعامل مع مارتن يولو ومش عارفين مين. احبهم قوي. مدارس مختلفه. احبهم قوي وبتعرف تتعامل. وعمري ما اتخانق معاهم. الشخصيات القويه ما تخانقوش مع بعض. ماشي. لان هو عارف ان انت ليك قصه وهو ليه قصه فمش هتخشهم. لا ما تلاقيش خناقات كتير.